أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وشرح جديد. معي الأستاذ سلمان. اليوم راح نشوف مع بعض حل موضوع في مادة اللغة الفرنسية لتلاميذ سنة خامسة ابتدائي. هذا هو النص. إذا تلاحظوا ما كانش العنوان، أكيد راح يطلب منا إعطاء عنوان مناسب للنص بعدها في الأسئلة. نبدأ مع بعض في قراءة النص. راح نقرأ النص وهذه هي ترجمة هذا النص. راح نقرأ النص ونزيد نقرأه بترجمة. L'inondation est causée par de fortes pluies tombe sans arrêt. يعني الفيضانات تحدث بسبب الأمطار الغزيرة والأمطار القوية التي تسقط بدون توقف. Après cette catastrophe naturelle, يعني بعد هذه الكارثة الطبيعية, les routes sont bloquées, يعني الطرقات تغلق. L'eau emporte les voitures et les maisons sont inondées. يعني هنا الماء يغمر، هنا الماء يغطي كل من المنازل والسيارات، هنا تتعمر المنازل بالمياه وكذلك السيارات. En cas d'inondation, il faut appeler les pompiers pour aider les gens. يعني في حالة حدوث فيضان يجب الاتصال برجال الإطفاء حتى يساعدوا الناس ولا ينقذوا الناس. Il faut aussi couper l'eau et l'électricité. يعني يجب أيضا غلق ولا هنا نكوبيو التريسيتي والماء، يعني غلق المياه والكهرباء. On ne doit pas paniquer car les sauveteurs viennent rapidement pour nous sauver. يعني هنايا مش لازم علينا نتخلعوا، لانه هاد المنقذين يعني رجال الاطفاء راح يجيو بسرعه وينقذونا ويساعدونا من هاد الكارثه. اذا هذا النص يتحدث على كارثه اللي هي لينونداسيون، الفيضانات. داكوغ، هذا هو النص، قريناه فهمنا عرفنا القراءه الصحيحه وكذلك النص. راح نشوفه مع الاسئله. Question de compréhension. Numéro 1. La première question. Propose un titre au texte. Propose un titre au texte. يعني اعطي عنوانا ولا اقترح عنوانا للنص. إذا شفتوا هنايا نجاوبوا نقولوا le titre du texte est. عنوان النص هو. ماش راح يكون عنوان النص؟ حيكون إذا مادام يتحدث على الفيضانات، إذا نتحدث على كارثة طبيعية هي الفيضانات، إذا نحن نبدأ بهذه الكلمة، أول كلمة لينونداسيون. لينونداسيون يعني الفيضان، يعني نورمالمون نكتبوها لهنا. راح نقولوا لو تيتخ دو تكست إي لينونداسيون، يعني الفيضانات. لا الفيضان. نيميرو دو، باغ كوا إي كوزي لينونداسيون. باغ كوا إي كوزي لينونداسيون، هنايا على شكل سؤال، إذا نحن نجاوب على هذا السؤال. السؤال هذا واش يقول؟ يقول لك ما هو سبب ولا ماذا يتسبب في الفيضان. دائما بالرجوع للنص، شوفوا في لو تكست واش قالنا. لانونداسيون اي كوزي، لاحظوا نفس الجمله اي كوزي، فيها كوزي هنايا سبب، هنا اعطاني السبب. لانونداسيون اي كوزي بار دو فورت بلوي تومب سون اريت، يعني هنايا الفيضانات سببها سقوط الأمطار الغزيرة بدون توقف. هذه هي العبارة، هذه نكتب العبارة من حتى لها حتى لهذه النقطة. إذا هنا واش نقولوا؟ L'inondation est causée par de fortes pluies tombe sans arrêt. هذه هي الإجابة، موجودة نفس هذه، كتبنا نفس الجملة من النص. 3. Réponds par vrai ou faux، يعني اكتب صحيح أو خطأ. En cas d'inondation, il faut appeler les pompiers. يعني في حالة حدوث فيضان يجب الاتصال برجال الحماية المدنية ولا رجال الإطفاء. شوفوا في التكست نفسها مذكورة لهنا. En cas d'inondation, il faut appeler les pompiers pour aider les gens. D'accord? Alors c'est لهنا راح تكون vrai، لأنه هذه العبارة صحيحة. Il ne faut pas couper l'eau et l'électricité. Il ne faut pas couper l'eau et l'électricité. يعني لا يجب
توقيف ولا لا يجب وقف الماء والكهرباء. هل هذا صحيح؟ شوفوا لهنا في لو تكست قالها il faut aussi couper l'eau et l'électricité. يجب ايضا غلق ولا قطع الماء وغلق الماء وقطع الكهرباء. اذا هو هنا قال il faut، لكن هنا لاحظوا هنا il ne faut pas، هنا العكس قالنا لا يجب علينا، اذا راح تكون faut. نيميرو 4 relève du texte، استخرج من النص. كي تلقاو هذه معناتها relève يعني استخرج. un adverbe de manière، un adverbe de manière معناها حال. هنايا نخرجوا حال، نرجعوا للتكست تاعنا. شوفوا l'inondation est causée par de fortes pluies tombe s'en arrête après cette catastrophe naturelle. Les routes sont bloquées, l'eau emporte les voitures et les maisons sont inondées. En cas l'inondation, il faut appeler les pompiers pour aider les gens. Il faut aussi couper l'eau et l'électricité. On ne doit pas paniquer car les sauveteurs viennent rapidement. D'accord? Viennent rapidement. يأتون بسرعة. هذه هي تعبر لي على الحال. داكوغ؟ عندنا هذه هي لا فيرب دو مانيير. إذا هنا شنو نقول؟ نكتب أنا فيرب دو مانيير ندير رابيدمون. داكوغ؟ يعني بسرعة. هنايا تعبر لي على الحالة. يأتون كيف؟ بسرعة. هنا نسأل السؤال كيف؟ داكوغ؟ كومون؟ كيف؟ راح نجاوب رابيدمون. أن فيرب أ لانفينيتيف، ان فيرب على الانفينيتيف معناتها فعل في صيغه الانفينيتيف يعني غير مصرف. داكوغ؟ شوفوا في لو تكست تاعنا هذا هذو مصرفين هذو الافعال. نشوفوا فعل ماهوش مصرف، يعني لازم فيرب ا الانفينيتيف. داكوغ؟ لازم نكونوا نعرفوا لي فيرب. هذا لي فيرب ديجا اتر، هذا il faut appeler، هذا في الانفينيتيف. نشوفو ايدي، عندي لو فيرب ايدي، نعم هذا فيرب في الانفينيتيف، هذا في الانفينيتيف. داكوغ؟ يعني غير مش مصرفين. كوبي، il faut aussi couper. داكوغ؟ عندي كوبي كذلك، هذا في الانفينيتيف. on ne doit pas paniquer، paniquer aussi في الانفينيتيف. داكوغ؟ عندنا هاد لي فيرب راهم في الانفينيتيف، راني نستر عليهم بالروج هنا. car les sauveteurs viennent rapidement pour nous sauver. Même عندنا هذا sauver كذلك في l'infinitif. هذا لي فيرب كامل في l'infinitif. اذا راح نخير واحد منهم نكتبه هنا في الاجابه. اذا un verbe à l'infinitif souligne le complément de but، يعني هنايا هذه تاع الهدف سي سي بي، complément circonstanciel de but. داكوغ؟ هنا سي سي بي اختصار لهذا الاختصار تاع هذا لو رابور دو بيت دو لا فراز سويفونت. داكوغ؟ عطاني هذه الجمله، عطيتك الجمله ويقول لك سولين لو كومبليمون دو بيت. داكوغ؟ يعني نسطر ونكتب سي سي دي. il faut appeler les pompiers pour aider les gens، il faut appeler les pompiers pour aider les gens. وين هي البيت؟ اذا تلاحظوا كاينه بور، شنو ندير انا؟ سطر من فوق حتى لاخر الجمله ونكتب سي سي بي. داكوغ؟ شوفوا سطر من فوق حتى الاخر نكتبوا سي سي بي. زيد نشوفوا هذا نيميرو 6 كومبليت ا لامبارفي. كومبليت ا لامبارفي اكمل في زمن لامبارفي. داكوغ؟ عندنا لو بريزون دو لانديكاتيف، عندنا لو فيتور سامبل، عندنا باسي كومبوزي، وعندنا لامبارفي. داكوغ؟ هاد الفراز l'eau، on dit le verbe emporter les voitures. l'eau emporter les voitures، يعني هذا الفيرب نصرفو في l'imparfait. في l'imparfait واش ندير؟ عندي كيما هذا لو فيرب راه يخلص ب er، هذا فيرب دو بروميي جروب. واش ندير؟ نكتب هنا نحي ال er ونحط في بلاصتها اي تي. علاه اي تي؟ باسكو عندي l'eau، لهنا l'eau نقدر نعوضها ب ال. داكوغ؟ عند هذه الكلمة هذه نقدر نعوضها ال.
مادام عندنا آلة راح نديرو، راح نقولو كيفاش تجي هذه، قلنا نكتبو ان بار بهذه الطريقة، واش نزيدو نهاية في الآخر مادام رانا في لامبارفي راح ندير ا اي تي. علاه؟ لأنه عندي مع لو برونون بيرسونال ال ا اي تي. داكوغ؟ هنايا في بلاصة هذا الفيرب راح نكتب هذه، هذه هي الإجابة. لي زو يعني المياه امبورتي لي فواتور، عندنا لو ميم فيرب هو امبورتي. داكوغ؟ إذا هنا واش راح نديرو مادام عندي، نشوف مع لو سوجي هذا راهو اي ان افيك اس. داكوغ؟ هنايا لو سوجي اللي عندنا هو ال افيك اس، هاد السوجي هو ال افيك اس، عندي مع ال افيك اس. داكوغ؟ اذا هنايا واش ندير، راح نكتب نفس الشيء، راح نكتب الفيرب واش نزيد في الاخر، راح نزيد ا اي او ان تي، يعني راح نضيف له هاد النهاية ا اي او ان تي. علاه؟ لانه مع ال افيك اس. مي لي فيرب، مي لي مو سوليي او سينجولي، مي لي مو سوليي او سينجولي، يعني هاد عندنا هاد الكلمات هذه اللي دايرين سبارين تحتها بخط، راح نحطها في سينجولي، يعني هي راهي في البلوريال، يعني في الجمع. لاحظوا، لينونداسيون اي كوزي بار دو فورت بلوي، يعني امطار غزيره. انا هنا راح نديرها لينونداسيون اي كوزي بار اون، راح تجي تقول اون فورت بلوي. داكوغ؟ هنا نحيد الاس، كتاب الاس، ولهنا نفس الشيء. داكوغ؟ لانه عندي هنايا في الجمع، وهنايا راهي في المفرد سينجولي. داكوغ؟ ننتقلوا لهنا برودكسيون اكريت. كون تو سورا غران ولا غروند، داكوغ؟ عندما تصبح كبير او تصبحين كبيرة، غران كبير، غروند كبيرة، يعني بالنسبة للبنات. تو امرا اكزارسي ان ميتيي دو سوفتور، يعني تحب تمتهن مهنة المنقذ، منقذ ولا لي بومبيين نقولو لي سوفتور. داكوغ؟ اكري ان باراغراف دو 4 ا 5 فراز، يعني اكتب فقرة من 4 الى 5 جمل، بور بريزونتي سو ميتيي ا تي كاماراد، يعني لتقدم هذا المهنة ميتيي ا تي كاماراد لزملائك، زملاء اكيد في القسم. اد توا دو لا بواط ا اوتيل سويفونت، يعني هكا تعاون نفسك بهاد لا بواط، هذه لا بواط ا اوتيل سويفونت، في هذه بهذه العلبه، عدد المساعده الثانيه. نوبلي با دو، يعني عطانا هادو، هادي واش فيها؟ عطانا لي ميتيي، يعني المهن نقدروا نخيروهم، لو بومبيي، لو ميدسان، لانفيرمي. عندنا لو ليو دو ترافاي، هنايا كل واحد من هاد المهن عنده بلاصه يخدم فيها. لي زوتي دو ترافاي، هنايا الوسائل اللي يستعملهم في العمل. لي فيرب، يعني الافعال اللي يستعملهم انا بنكتب في الفقرات تاعي. هنا لي نون، الاسماء. لي زادفيرب، يعني الحال. وعندنا لي زادجيكتيف، هما الصفات. هادو كامل نقدر نستعملهم، هادو يعاونوني بزاف باش نكتب الفقرات. دوني ان تيتخ، نوبلي با دو، يعني لا تنسى ان. دوني ان تيتخ ا طون باراغراف، يعني ان تعطي عنوان للفقره تاعك. اوتيليزي لو فيتور سامبل، يعني لي فيرب، هادو لي فيرب راح نصرفهم في الفيتور سامبل، في المستقبل. اوتيليزي لا بروميييغ بيغسون دو سينغولي، شكون هو لا بروميييغ بيغسون دو سينغولي؟ هو جو، لانك راح تتكلم انت. عندنا لا بروميييغ بيغسون هو جو، دوزيام بيغسون دو سينغولي هو تو، la troisième personne du singulier هو il ou elle. داكوغ؟ هو قال لي utiliser la première personne. داكوغ؟ عند يعني الضمير او الجو. mettre la ponctuation، اكيد بلا ما نساو علامات الوقف اللي هي النقطه والفاصله ولا علامه الاستفهام، كاين حد نستعملها. درت لكم كاتب ضيات ايد العشيه مع اكيد مع الترجمه. le pompier quand je serai، le pompier هو رجل الاطفاء. Quand je serai grand، ou là vous dites quand je serai grande، بالنسبة للفتيات، je deviendrai pompier pour aider les gens، يعني سأصبح رجل إطفاء لمساعدة الناس. je travaillerai dans une caserne de pompiers، يعني سأعمل في تكنة رجال إطفاء. j'aiderai
J'aiderai les victimes dans les accidents et les catastrophes naturelles. يعني هنا راح نساعد الناس ولا الضحايا في الحوادث والكوارث الطبيعية كوم لو ترومبلمون دو تير، يعني الزلزال، الفيضان، لا سيشخاف، يعني الجفاف، هنا لانسوندي، الحرائق. سي لو ميتيي دو كوراجو، يعني هي مهنة الشجعان. الأغلبية راح يخيروها الذكور. عندنا لو ميتان، كون جو سوري غران ولا غراند، بالنسبة كيما قلنا الفتيات، جو ديفيندري ميتان بور سواني لي مالاد. يعني باه نعالج، أصبح طبيب لأعالج المرضى. جو ترافايغي دون ان اوبيتال، في مستشفى، و في مستشفى درنا فاصلة ان كابيني، يعني عيادة و ان كلينيك، نفس الشيء. J'examinerai mes patients avec un stéthoscope, avec un sommaire, et un tensiomètre, avec les قياس، جهاز قياس الضغط. J'aiderai les blessés dans les accidents et les catastrophes naturelles. Je prendrai donc un grand service à l'humanité. C'est un métier très noble. D'accord? هذه هي الترجمة تاع هذه الوضعية. كذلك شفنا الانفيرميي اللي هي الممرضة. كون جو سوري غران، هنا يقدروا يخيروها البنات. بالنسبة لهذه الوضعية كذلك، هنا ما يتغير والو، تغير غير غروند. داكوغ؟ هذه ما تغيرش، الباقي نفس الشيء. إذا تلاحظوا الأفعال اللي راهي مصرفة في الفيتور سامبل. كون جو سوري غران، جو سوري انفيرميي، ولا c'est bien de dire inférieure. Je travaillerai dans un hôpital ou une clinique. Je porterai une blouse, يعني البس هنا الازرق، d'accord، على سن يكون ابيض. Je surveillerai les patients et j'aiderai le médecin à soigner les malades. J'utiliserai une seringue et des pansements. هذه هنا الوسائل اللي تستعملهم. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو تاع اليوم. نتلقاو في فيديو آخر إن شاء الله. نتمنى لكم كل التوفيق، نقول لكم سلام.